انا قلبي شروق. اتفضلي اتفضلي، ايه الجمال ده؟ استاذ انور راجدي ما جاش معاكي، بس انا لا شايف الرقصه دلوقتي قدامي وانت بتغني، ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، يعني ما ينفعش ان احنا نعدي اسبوع الحب من غير ما نشعل بهجه الحب والامور واللفلفه بشويه الاغاني الرومانسيه الجميله بتاعت زمن الفن الجميل. والحقيقه انه البدايه كانت مع قيثار الغناء وقيثار الفن العربي السيده ليلى مراد، لانه النهارده زي النهارده 17 فبراير 1918 كان يوم مولدها، عشان كده بدأنا بيها. إنما سوليست أوبرا الإسكندرية شروق شريف هتمتعكم بمجموعة من الأغاني البديعة في فقرتنا النهاردة. والحقيقة إن شروق ارتبطها بالطرب والغنى من زمان، وتلقت إشادات عديدة من خلال المسابقات وبرامج المواهب الكتير اللي هي قررت إن هي تخوض تجربتهم. فأصالة مثلا قالت لها الله على النايل في صوتك، راغب علامة كان سعيد بيها جدا بيقول لها احنا محتاجين زي الصوت ده يبقى موجود. وأصعب يمكن مرحلة لموسيقار مش سهل ان اي صوت يعجبه، فشروق من هي صغيرة شاف فيها حاجة، ولما في مرة تانية غنت قدامه قال لها انت الاول انت مشروع، ودلوقتي المرة التانية قال لها انت مطربة فعلا. هو الأستاذ حلمي بكر الموسيقار الكبير، أستاذ حلمي بكر اللي مش أي صوت يدخل مزاجه يعني ويمزجه. فعشان كده قلنا وإحنا بنحتفل معاكم النهاردة وبنستحضر أغاني زمن الفن الجميل، فيش أجمل من شروق
انها تمتعنا بهذه الاغاني. منورانا ربنا يخليك. ويعني عايز بس ابدا معاكي لانه الاشادات دي كلها عظيمه، بس استاذ حلمي بكر دي شهاده لوحدها. صح. شهاده. المرتين دول كانوا امتى؟ كان اول مره كان عندي حوالي 14 سنه، كنت مقدمه في مسابقه في الاذاعه والتلفزيون مس بيرو. 14 سنه بقى يعني متوتره طبعا جدا وداخله قلقانه، بس فغنيت لقيت يعني رياكشناته حلوه جدا. استاذ منير الروسيمي كان موجود برضو معايا، قال لي خدي هنا عمل لي كده بالظبط، قال لي انت عندك كام سنه؟ قلت له 14 سنه، قال لي انت مشروع مطربه ناجح جدا، ما شاء الله. استمري وخلي بالك وتمرني وكده. ف يعني كانت طبعا من احسن لحظات حياتي، لان استاذ حلمي بكره اللي يقف قدامه اصلا بيبقى قاعد متوتر. متوتر. لما قابلته تاني بقى كانت مسابقه الابداع في الجامعات، كم كان سنة بقى وقتها؟ كان 19 20 اي اه 21 مثلا، 21. 20 21 في الحدود دي. كان قاعد في لجنه التحكيم، قال لي بقى انت مش يعني قال لي انت بقى نجمه، انت مطربه اصلا يعني بقى مش مشروع، لا انت مطربه ناجحه جدا وما شاء الله عليكي يعني. برضو قال لي كلام صراحه ما انساهوش ابدا ما يعني. شاء الله. الحمد طيب بس لله. هل المرحله بتاعت 14 سنه دي كان قبليها كنت موجوده في كورال الاطفال في اوبرا اسكندريه بالظبط. قبلها؟ كنت موجوده يعني قعدت حوالي 6 سنين في كورال الاطفال في اوبرا اسكندريه مركز تنميه المواهب، لغاية اما بقى كبرت خلاص على اللي موجودين كنت مع اكبر حد فيهم، فاضطريت ان انا امشي يعني بقى. مشيت بقى لفيت بقى في كل اسكندرية، مراكز الشباب وقصور الثقافة وكل المسابقات اللي تتخيلها برضو قدمت فيها، وبقيت بقى لوش حفلة هنا مش عارفة تكريم هنا كده يعني. جميل. وقررتي تحاولي ترجعي مرة تانية لأوبرا اسكندرية؟ قدمت مرة يعني لما كبرت بقى، قدمت في أوبرا اسكندرية وكانت الصدمة. وكانت الصدمة يعني ما يعني اتقبلت. الطفلة بقى اللي طالعة من البيت ده وراجعة أكن ده بيتها وحاسة الناس كلهم انا هيرحبوا بيها، داخلة خلاص داخلة انا بقلب جامد بقى، قوي أنا يعني داخلة. واثقة جدا من واترفضت. الناس. اترفضت حسيتي بإيه بقى؟ يعني اترفضت يعني ولا كورال ولا اي حاجة يعني، اترفضت تمام طبعا يعني اتضايقت جدا، وقلت طب هو انا مثلا فيا مشكله، مثلا صوتي لسه ما اكتملش، مش عارفه ايه اختياراتي برضو يعني. لقيت برضو تبريرات للموقف عشان ما اقعش يعني. و انت اللي قعدتي تفكري في المبررات ما بينك وبين بالظبط، نفسك. قلت اكيد اختياري ما كانش مناسب ان هم يقبلوا بيا. بس قلب الجامد برضه ان ما شاء الله بعدها بسنه ترجعي بعدها مره تانية. بالظبط بعدها بسنه بقى قدمت تاني، والحمد لله اتقبلت سوليست على طول، والحمد لله دلوقتي هو سوليست على طول، دي سوليست. يعني حاجه مش سهله. يعني غيرتي بقى الاغنيه ولا لجنه التقييم اتغيرت ولا جبتي واسطه اكيد ولا عملتي ايه؟ لا لا والله خالص لا، اكيد اكيد كان يعني في السنه دي برضو لفيت برضو كتير وعرفت وفهمت ان مهما كان الصوت حلو اختيار الاغنيه برضو اهم بيفرق. بكتير. طب اخترتي بالظبط. ايه الاغنيه لما اترفضتي وايه الاغنيه اللي اخترتيها وانت لما اتقبلتي؟ غنيت كانت لأم كلثوم، غنيت في اول مره دارت الايام. ممكن اكون برضو كنت متوتره يعني، برضو حرام عشان برضو ما اقولش ما حاجه نظلمش الاغنيه. ما اظلمش الاغنيه وما اظلمش لجنه الحكام. بس بعد سنه بقى لما غنيت ام كلثوم برضو، بس اغنيه يعني تقيله كانت اسمها قولي لطيفك ينثني، كانت لأم كلثوم، هو زي دور كده يعني. او تفتكر المره الاولانيه كنت داخله بنوع من الطمانينه ان ده بيتي وانا ما هنا كان بقالي 6 سنين فتمام بالظبط. هعدي، يعني والمره الثانيه كان تحدي بقى انه لا ده انا ما اتقبلتش السنه اللي فاتت انا المره دي بالظبط مش هسيبها. بالظبط، ده حقيقي صح. حلو. في حد زميلي برضو يعني انا ما اقدرش انساله، بعد ربنا كان ليه الفضل ان انا اقدم في الاوبرا تاني واتقبل وساعدني في اختيار الاغنيه. زميلي الفنان الجميل قوي احمد احمد عصام، الصراحه هو اللي قال لي على مواعيد الاختبار، وهو اللي قال لي غني الاغنيه الفلانيه، ويعني من ساعتها ما اقدرش انساله الصراحه الفضل ده يعني اكيد. طيب هنرجع بقى لأغاني الحب والرومانسية، تمام يلا بينا. وهنسمع ايه دلوقتي؟ نسمع وحشتني. الله، يلا بينا. يلا اتفضلي. ماشي. وفي هذا المشوار خلينا نحيي الفرقة العظيمة دي طبعا منورنا. ليالي
بستنى الفرحة وبستنى وبغني وأنا محلم بلقاك، بستنى الفرحة وبستنى وبغني وأنا محلم بلقاك. الله عليني وحشتي. الله الله، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ما شاء الله. تسلم ايديكم، عظمه على عظمه على عظمه، وتسلم صوتك بصراحه، حاجه جميله جدا. انت عارفه كل شاب او شابه في مراحل العمر كده بيبقى فيه اغاني مرتبطه بالحب. اكيد. من اغاني الزمن الجميل، ايه اكتر اغنيه انت بتحبيها بتحسسك كده بالحب وحلاوه الحب وجماله؟ سلام. لا، في اغاني كتير. هو انا يعني انا طبعا بحب كل الفنانين القدام وبحب اغني لهم، وبغني اي لون واي نوع ولاي فنان، بس اكتر حد بيعلق معايا هي ورده بكل اغانيها وبكل اغاني حب بتاعتها. الله الله. فاكتر حد الصراحه طيب، يعني متعلقه بيها. هنسمع حاجه من ورده كمان شويه لازم. طبعا لازم. لكن بما انك قلتي لي انه يعني دخلتي برامج مسابقات كتير ومسابقات مختلفه وبرامج مواهب مختلفه، هل ده كان بغرض انك عايزه تكسبي فيها، ولا كنت بتحاولي تكتسبي خبره، ولا لانك دخلتي مسابقات كتير؟ ده حقيقي صح. لا الحقيقه هو انا يعني اولا كنت عايزه اخد خبره اكيد، يعني كنت مقتنعه ان انا ما وصلتش في اول برنامج ده مثلا، ربنا هيكرمني وهوصل في تاني برنامج او تالت برنامج ايا كان امتى الوقت. بس متاكده ان انا كل مرحله بتعدي عليا وكل مسابقه بقدم فيها بستفيد منها بطريقه معينه. اكيد يعني اي حد بيغني محتاج ان هو يوصل ويتشهر ويتعرف ويبقى اسمه معروف والناس تحب صوته وتحب تسمعه. فاكيد الشهره والخبره اكيد يعني اكيد. طيب بس تفتكري الطريق دلوقتي ممكن يكون اسهل شويه بحكم بقى وجود السوشيال ميديا وقدره الوصول للناس وللجمهور من خلال المواقع المختلفه يعني؟ اكيد طبعا. الموضوع دلوقتي اسهل بكتير في وجود السوشيال ميديا. الموضوع اسهل بكتير في ناحيه الوصول. بس مش كل الناس بتتقبل يعني للاسف اللون اللي انا بغنيه مثلا او الاوبرا او الكلام ده، مش كل الناس بتتقبله دلوقتي. يعني في ناس بتميل للهيصه بقى، عايزين يفرفشوا عايش برضه. انت عارفه احنا عايشين في كبت بقى لنا 3 سنين مع كورونا دي، فكله عايز البهجه. انا شخصيا بروح في السكه دي معاهم عادي يعني. بس قليل لما تلاقي ناس سميعه يعني تحب تسمع الكلام ده يعني. طيب بس طبعا انك تقرري انك تغني اغاني زمن الفن الجميل، لانه السميعه مش سهل اي حد يطربهم. اكيد. وكتير يقول لك ايه، لا يا جماعه بوظوش الاغنيه، خليها نسمعها بصوت الست بصوت ليلى مراد. انما تقرري كمان تغني اغنيه قدام صاحبها، ده تحدي لوحده وفي برنامج مسابقات. صح. ايوه. انك تغني اغنيه الاماكن قدام يعني فنان العرب محمد عبده، ده تحدي لوحده طبعا. اكيد. وانا فاكر وقتها انت كنت متوتره جدا. جدا. عشان بتغنيها وهو موجود، ولا عشان انك في برنامج مسابقات؟ لا، هو انا متوتره اصلا من ضخامه الفنانين اللي قاعدين قدامي. يعني كان استاذ عبد الله رويشد واستاذ اصاله، وكان استاذ محمد عبده طبعا، وكان في الفنان الملحن عصام كمال. فكلهم يعني حجمهم كبير جدا. طبعا في الفن. فطبعا كنت متوتره جدا يعني قدامهم، وبلس ان انا بغني اغنيه محمد عبده قدامه. فبرضه الموضوع بيبقى صعب يعني. طب انت مش قدامه دلوقتي بقى، ادينا حته من الاماكن كده. طيب مالك. يلا. الاماكن كلها مشتاقه لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. الله الله الله، احلى تحية طبعا للفنان العرب محمد عبده. يعني طبعاً. حبيبنا كلنا طبعاً. حبيبنا كلنا ابو نوار. كنا جايبين سيرة وردة من شوية، انت بتحبيها جدا، نروح لوردة. يلا بينا. يلا بينا، اتفضلي.
الله 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 الله. ليهم حق كل النجوم اللي قلناهم في الاول الحقيقه ان هم يشيدوا بصوت شروق بجد ما شاء الله. طيب بمناسبه عيد الحب واغاني عيد الحب، وحسب معلوماتي انت في اغنيه هتنزليها عشان عيد الحب اللي هو عدى، اتاخرنا ليه؟ ايوه اتاخرنا للاسف. كنت المفروض كانت هتتصور وكده، بس حصل ظروف يعني غصب عني فاجلناها شويه. ان شاء الله هنزلها الايام اللي جايه دي باذن الله. ان شاء الله. بس صورتيها؟ لا لسه. مش هنصورها؟ لا هننزلها مبدئيا. هننزلها مبدئيا كده، بعد كده ان شاء الله نبقى نصورها حاجه حلو. طب اغنيه عشان عيد الحب بس، ولا في بقى يعني تحضير كده لمجموعه اغاني جايه؟ لا في تحضير ان شاء الله باذن الله يعني. حلو. دي مش يعني مش اخر حاجه ان شاء الله، هنزلها الاول بعد كده هيبقى في حاجه تانية. غششينا منها حته كده؟ لا غششينا ماشي. يلا بضعف على طول، ما خدتش وقت. غير اني ماليش امان غير لو امنت وجودك، وقلبي بيحس الحنان اول ما يسمع صوتك. ازاي هسيب بسهولة حد جميل كده؟ ده انا كنت بقفل اي باب للحب قبل ما اكون لك، واتحب انا للدرجه دي واعشق هواك واعيش لك. انا عمري ما تخيلت اعيش بالشكل ده الليله، وكل يوم وتقال حكاوي في حبنا ما بتنتهيش من الليل. كل يوم جنبي هنا وتقال حكاوي في حبنا ما بتنتهيش. لا انا مبسوط ان انت رفضتي في الاول وتقريبا غنيتي الاغنيه كلها خلاص بالظبط. لا ما شاء الله جميله. هتنزل امتى؟ ان شاء الله يعني في خلال ممكن اسبوعين كده ولا حاجه. شدي حيلك ان شاء الله. طبعا حيلك. عايزه اشكر بس بقى السنجلز اللي بعديها كمان. لا مش هتتاخر ان شاء الله. الملحن زميلي امير يسري هو الملحن الاغنيه دي، والشاعر الجميل برضو زميلي احمد شطبي، وتوزيع حسام سعيد، وجيتارات احمد نبيل. طيب ليهم كل التحية كلهم. ليهم التحية كلهم. طيب انت عارفه انا بحب اغاني زمن الفن الجميل، وزمايلي بيقعدوا يعندوني خصوصا رضوى، فكل مره تقولي طب انا هعمل لك اختبارات، طب هعمل لك لعبه، فعمل لنا لعبه دلوقتي. ربنا يستر يعني ما اتفقناش على كده. المفروض انه هيطلع لنا اسم ونغني اغنيه، الاسم اللي هيطلع تمام خلاص. فرضوى انت قلتي عايزه شروق تبدا صح؟ طيب اسحبي انت الاول. واضح ان هي عامله لي كمين. اقول ولا اغني على طول؟ اغني على طول. اغني على طول؟ طيب كانت ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك حكاياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك حكاياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مره انا قلت لك 100 مره انا لسه انا لسه انا لسه صغيره انا لسه صغيره. سندريلا طبعا. سندريلا خبر ابيض. ربنا يستر يا رضوى باللي انت عامله فينا. اوبا حبيبنا. دي اغنيه مالهاش علاقه بالحب، بس هي اللي جت في دماغي على طول. كاتشي كادر في الالولو كمان نانا، حب نادي احب لولو كمان نانا. حلوه قوي كده عشان ما ابوظش المود اللي شروق عاملاه. يلا اسحب. شوف بيضحكوا بيضحكوا. بوظت قوي ولا ايه؟ ماشي. محمد هنيدي صح كده؟ هنيدي طبعا. هغني على طول. كنتوا تقولوا مين؟ أول ما عرفت إنك عايزني جيت أوام،
مقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام. اول ما عرفت انك عايزني جيت اوام، مقدرش استغنى عنك يا معلمني الغرام. كله كلكم وزعلك انتكم، كله كلكم وزعلك انتكم. انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا، خليتي الاغنيه ليها طعم تاني، بجد ليها طعم تاني طبعا. النجم الكبير محمد سعد. اوكي، دي المفروض نغنيها انا وشروق بقى، صح؟ طيب يبقى يا رب اكون حافظه. دي اغنيه الواحده هستحضرها من ايام الشباب، نحاول نفتكرها ان شاء الله مع بعض. ما تقولش لحد بتكلم جد، سيمون. ما تقولش لحد، وكبه حبيبي شاعري. ما تكلم جد، مش حافظاها قوي يعني. ده انا قلبي يا الواحد ده انا برضو قلبي عيد فرحان وسعيد، صح يا ده ايه، تسعينات يا جماعه ده ولا اواخر الثمانينات؟ اواخر الثمانينات تقريبا، تسعينات. يا خبر ابيض، زمان قوي. ده العمر عدى يا جدع، خبر ابيض. طب مش هينفع واحنا بنتكلم على الحب واجواء الحب وما نقولش حاجه اللي عندنا حاجه الحلم كده ندندنها في الخفيف مثلا؟ امير الحب كل. يلا ماشي، يلا بس نغنيهم مع بعض. يلا يلا بينا. ماشي. طبعا بعتذر للساده المشاهدين، بس يعني ربنا ما قتلنا ايطالينا عادي، حضراتكم عارفين انا بحب دايما ايه ابوظ الفقره الغنائيه شويه لحظه. لا مفيش بوظانه ولا حاجه. يلا بينا هندندن ايه؟ طب وشيني
الله الله الله. طبعا انا بشكرك ان في الحته العاليه لما شاورتلك انقذتيني. انقذتك. والحاجه الثانيه انتوا مش واثقين فيا صح؟ لما باجي اقول بتقوموا نازلين خالص لا مش كده يا جماعه، لازم يبقى في ثقه نشتغل مع بعض. شرفتونا ونورتونا وبشكركم شكرا جزيلا. شروق يعني مش قادر اقول صوتك جميل لانه اخذت شهادات يعني اقيم من كده بكتير، وانا مش خبره بس بجد امتعتينا واسعدتينا. وكالمعتاد لما بنستمتع بنحب مش انا اللي اختم، انت اللي هتختمي. ربنا يخليك. نقول حاجه لشاديه؟ يلا بينا. انا بس قبل ما نقول حاجه لشاديه، انا مبسوطه جدا انا كنت مع حضرتك النهارده، ده شرف لينا. وحابه اشكر زمايلي الدكاتره طبعا دكتور عمرو فتح الله على الرق، ودكتور علي الخبيري على القانون، ودكتور هيثم الكاتب على الكمانجا، كلهم زمايلي ويعني بشكركم بجد ان انتوا دايما تبقوا معايا. يلا بينا. انا بشكركم برضو وبحييكم، ولو الحركه اللي عملتوها في النص بس خلاص عارفه مش مشكله. اتفضل يا شروق. مشاهدينا الكرام بشكركم شكرا جزيلا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، ويا رب يملا ايام حضراتكم كلها حب يا رب ان شاء الله. نلقاكم الاسبوع القادم على الف خير، ونسيبكم مع شروق دلوقتي واغنيه من اغاني شاديه الجميله.
ولا يهمك يا عين، هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. القلب